السلام عليكم، أسعد الله جميع أوقاتكم أصدقائنا الراغبين بتعلم اللغة التركية، ويا مرحبا بكم في الأكاديمية العربية الدولية. معكم أحمد جازا مدرس اللغة التركية وآدابها، ومن خلال الأكاديمية العربية الدولية مستمرين معكم بشرح منهج تعلم اللغة التركية من المستوى المبتدئ حتى المستويات المتقدمة إن شاء الله. ديرلي تركçe öğrenmek isteyen arkadaşlarımız merhaba ve Arap Uluslar Arası Akademisi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birinci ünitenin ikinci dersini işliyoruz. اليوم معكم سندرس الدرس الثاني من الوحدة الأولى بعنوان لوكانتادا، أي في المطعم. لوكانتا مطعم، دا عرفنا هي إضافة حرف الجر بمعنى في، فإذا في المطعم. أصدقائنا، الهدف الأساسي من هذا الدرس أن نتعلم قاعدة استيكيبي، قاعدة الطلب. ومثل ما بنذكر بدرسنا الماضي لما كنا عم ندرس نحن قاعدة الأمر أمير كيبي، لاحظنا التالي أن الضمير بان بمعنى أنا والضمير بيز بمعنى نحن، هالضميرين ما ممكن صيغ منهم صياغة قاعدة الأمر بشكل عام. يعني بمعنى آخر، أنا بنفسي ما بقدر أأمر نفسي للقيام بعمل معين، من غير المنطقي أن أأمر نفسي للقيام بعمل معين. وأيضا كمجموعة من الأشخاص نحن من غير المنطقي أن نوجه أمر لأنفسنا تماما. لذلك بدلا من ذلك نحن بنستخدم الآن قاعدة جديدة اللي هي استيكيبي، قاعدة الطلب. رح نتعرف الآن عن أهم استخدامات هذه القاعدة، يعني الهدف من استخدام هذه القاعدة، إضافة إلى ذلك طريقة صياغة هذه القاعدة قواعديا. بمعنى آخر، ما هي الإضافات المناسبة لهذه القاعدة؟ إضافاتها بسيطة، الدرس كتير بسيط، ما في أي صعوبة، ومستخدمة جدا بحياتنا اليومية هذه القاعدة. فلنبدأ بركة الله بكلمات المفتاحية الموجودة لدينا. بداية، جدلم م، جدلم م. أصدقائي، جدلم تأتي بمعنى لنذهب. جدلم يعني لنذهب، نحن لنذهب. بينما المي نعرفها هي إضافة السؤال، فتصبح ألي نذهب؟ ألي نذهب؟ بمعنى آخر، نحن كمجموعة من الأشخاص، أو أنا موجود بين مجموعة من الأشخاص، عندي رغبة أنه أذهب إلى مكان معين، ولكن عم باخذ رأي من أشخاص الحوالي، عم بقول لهم ألي نذهب إلى ذلك المكان؟ مثلا كانتنا جدلم، هل أو ألي نذهب إلى الكانتين اللي هي عبارة عن بوفيه؟ فإذا كنا موافقين بنقول إيفيت جيدلم، أجل لنذهب. بينما إذا كانت المجموعة غير موافقة على هذا العمل بتقلنا هاير، كلا جيت ميالم، كلا فلا لنذهب، بهذا الشكل. فهون أصدقائي بكون نحن عم نعبر عن رغبتنا القيام بعمل معين، وعم ناخذ رأي أيضا من أصدقاء بحالة أنه هل نذهب أو غير نذهب. طيب المثال التالي، اسمار لايايم بمعنى لأعزمك. اسمار لايايم بمعنى لأعزمك، يعني مثلا بدي أعرض على شخص أنه أعزمه مثلا على وجبة معينة أو مشروب معين. اسمار لايايم أي لأعزمك. فهم أصدقاء هي صيغتها مع الضمير بان. ياب مايالم ما، لنحلل هالكلمة أو هي جملة مع بعضنا البعض. ياب مايالم ما أصدقائي، يابالم لوحدها، يابالم لنفترض يابالم هي لنقم بهذا العمل، ولكن عم نلاحظ عنا الما هي إضافة النفي فتصبح فلا لنعمل. إضافة إلى ذلك في عنا أيضا إضافة السؤال فتصبح أفلا لنعمل، أفلا لنعمل، أو أفلا لنقم بهذا العمل. فهون أصدقائي أيضا عبارة عن أخذ رأي من أشخاص أخرى وتعبير عن رغبة أخرى. إزلا ميالم، إزلا ميالم بمعنى آخر فلا لنشاهد. منكمل هلا نحن بعض الأمثلة. بان بي بورسيون بقلاوة أليم، لأشتري أو لأخذ وجبة من البقلاوة. فهون أصدقائي بعبر أنا عن رغبتي أنا بالقيام بهذا العمل واللي هو شراء بقلاوة، فبقول بير بقلاوة أو بير بورسيون بقلاوة أليم، لأخذ أو لأشتري. هايدي دي شارج كلم، هيا لنخرج إلى الخارج. فإذا أنا عم بقترح القيام بعمل معين وعندي رغبة إنه نخرج الخارج، ولكن كمجموعة من أشخاص عم بوجه لهم الكلام كمجموعة أشخاص، هيا لنذهب إلى الخارج. بو بلوم ده سيجارة إيش ميلم، فلا لنشرب السجائر في هذا القسم، لأنه بيكون ممنوع. تمام، فأنا عم بحذر أصدقائي اللي معي بألا نشرب السجائر في هذا القسم. هذه بعض الكلمات المفتاحية اللي أعطتنا فكرة عن درسنا. الآن ننتقل معكم إلى درسنا وشرح القاعدة بالتفاصيل. أشارك من يانجليل هانجي مكلري باليورسونوس، أي لندقق
أو لنشاهد ولنتمعن بهذا المعنى، لنتمعن في القائمة الموجودة بالأسفل. وأي المأكولات تعرفونها؟ أصدقائي أخذنا فكرة عنهم بدرسنا الماضي وأعطيتكم صور أو قدمنا صور حتى تعرفوهم، ولكن الآن الهدف الأساسي أن عندما نذهب إلى مطعم في تركيا كيف نستطيع طلب وجبة معينة من الطعام في المطعم؟ كيف نجري محادثة بسيطة حتى نستطيع القيام أو بطلب طلبية طعام؟ أوكمان قراءة يميك سيبارشي، يميك سيبارشي أي طلبية طعام. عندنا محادثة بين 3 أشخاص، أونور وإنجي وأيضا الجارسون، يعني في عنا الجارسون النادر اللي بيشتغل في المطعم وفي عنا الشخصية أونور وإنجي. أونور عم بيقول توك أجم، جائع جدا، أنا جائع جدا. فإنجي اقترحت عليه هايدي جوزيل بير لوكانتايا جيدالم، هيا لنذهب إلى مطعم يكون جميل أو جيد، فلنذهب إلى مطعم جيد. أونور جارسون بكار مصنز، أونور عم نادى للجارسون عم بيقلها بكار مصنز، أفلا تنظرون أو بمعنى آخر هل تنظرين؟ بمعنى آخر أصدقائي بكار مصنز تستخدم للفت الانتباه الشخص اللي عم تتحدثوا معه، مثل من اللغة الإنجليزية أحيانا بنقول اكسكيوز مي مثلا إنه عذرا، وهون نفس الشيء بكار مصنز أفلا تنظر إنه بمعنى آخر عم نلفت انتباهه حتى ينظر إلنا ويشوف الطلبية. الجارسون إيفيت أفندم بيرون، أجل سيدي بيرون تفضلوا، لأنه مجموعة من الأشخاص عم بيقول لهم تفضلوا لهم. ما هي وجبتكم؟ أونور بيجون أنا يمكت نلار فار، بيجون أنا يمكت نلار فار، عم بيسألها ما هي المأكولات الموجودة الرئيسية في المطعم أو اليوم، عفوا برجع بترجمهم بشكل مفصل، بيجون اليوم أنا يمكت نلار فار، ما الذي يوجد كمأكولات رئيسية؟ يعني أصدقائي المأكولات الرئيسية بتكون مثلا شفناهم بدرسنا الماضي أنا يمكلار، بتكون كارشك كباب، أضنا كباب، أورفا كباب، ما إلى ذلك، أو كفتة، أو مثلا بلق ممكن يكون موجود، أو طاووق اللي هو الدجاج، الوجبات الرئيسية. الكارسون كفتة طاووق ببلق، إذا الوجبات الأساسية هي السمك، طاووق اللي هي عبارة عن الدجاج، والكفتة اللي عرفناها هي الكفتة. أونور بان كفتة أليم حياتن سان ني يمك استيورسون. أصدقائي خلينا نلاحظ الآن فورا، أنور لما عرف هاي الوجبات الموجودة أخذ قراره وقال له لآخذ أنا الكفتة، بمعنى هو طلب الكفتة، فعبر عن الرغبة بأنه بريد كفتة بالمصطلح اللايم، قاعدة الاستيك كبير، قاعدة الطلب. وبادر السؤال لزوجته على الأغلب هياطم سان ني يميك ستيورسون، وحيا يا حياتي ما هو الطعام الذي تريدينه؟ انجي اتلو بند طاووق اليم، وانا ايضا لاخذ الدجاج. اونور سلطه لارنز نلر فار، نلر بيكي، طيب عم بيقلها طيب ما هي السلطات الموجوده لديكم؟ الجرسون جاوبت شوبان سلطه صيف في موسم سلطه صيف، اذا السلطه الموسميه والسلطه الراعي. اونور بيسوان يميروز أورطيا بير موسم سلطة الألدم، إذا أنور قالها بأنه نحن ما بناكل البصل، تضع البصل في الطعام، أورطيا بير موسم سلطة الألدم لنشتري أو عفوا لنأخذ أو لنطلب سلطة موسمية. إنجي الزوجة تاتلي لاردان ني أونير يورسونز، أصدقائي ماذا تقترحون من الحلويات؟ انجي عم بتقلها كارسون شو بتقترحي علينا كنوع من الحلويات؟ تاتلي لاردان يعني حلويات. جارسون قضايف ببقلاوامز تشوك لزتلي، عم بتقلها بانه البقلاوه لدينا والقطايف قضايف اللي هي القطايف تشوك لزتلي بمعنى لذيذه جدا. انجي بان قضايف ييم، لاكل انا القطايف. بينما انور الزوجه بقلها بند بقلاوه بقلاوي ديناميك ستيورم، وانا ايضا اريد تجربه البقلاوه. كارسون بيكي افندم همن جيتريورم، حسنا يا سيدي ساجلبهم فورا او ساحضرهم فورا.
إذا أصدقائي، هي كانت محادثة بسيطة، فينا ناخذ فكرة نحن كيف ممكن نحن نطلب في المطعم. بداية حتى النادي النادر من إنه بكار مسنز، هل ممكن أن تنظر أو للفت الانتباه، ومن ثم نطلب بهذا الشكل. بنسأله عن بيقول أنا يميك تنليرفر، ما هي الوجبات الأساسية الموجودة أو مشاهدها في المنيو الموجودة لدي، ومن ثم نقول بان كفتة ألايين مثلا، بالك ألايين بهذا الشكل، مصطلح ألايين قاعدة بهالشكل حتى نقدر نعبر عن رغبتنا بطلب شيء معين. Aşağıdaki cümleler doğru ise D, yanlış ise Y yazalım. لنكتب Y إذا كان خاطئاً و D إذا كان صحيحاً من الجمل التي بالأسفل. لوكانتادا sadece iki çeşit salata var. أصدقائي، السؤال الأول، هل يوجد فقط نوعين، iki çeşit يعني نوعين من السلطات فقط في المطعم؟ برأيكم فيه أكثر من نوعين؟ أكيد، بس قالت أنها هي شوبان سلطة صيف وموسم سلطة صيف، نوعين. فالإجابة الصحيحة D. إنجي باكلافا يميك استيميور. إذا إنجي لا تريد أكل البكلافا، أكيد لأنه هي أخذت قطايف، فإذا الجواب صحيح. أنور كبار ديل، الأنور ليس محترما. أصدقائي برأيكم هل أنور كان محترما أو لا؟ بداية لما نادى النادل ألها بكار نصنص بصيغة الجمع، هل تنظرون للفت الانتباه؟ فهذا بدل على الاحترام. إضافة إلى ذلك لما ألها حياتم يعني يا حياتي، سان نيميك ستيورسون، فسأل زوجته بمصطلح حياتي بدل انه على انه كبار بالإرادة، انه رجل محترم. فهذا الحكي عبيلونا هون انور كبار ديل ليس محترما، فالإجابة خاطئة. انور كيف كوفتة انجي طاوك ستيور، طبعا انور هو رائد الكوفتة بينما انجي تريد الطاووق، وهذا الشيء صحيح. غارسون قد ايفي بكلافا اونيريور، اي بان ينصح او يعرض بهذا المعنى، او ينصحهم او يعطيهم عرض. اونيرميك اصدقاء الفعل بمعنى اقتراح، اقترح عليهم الغارسون، اقترحت عليهم بالبكلافا والقضايف، هذا شيء صحيح. الآن أصدقائي ننتقل إلى قاعدتنا المهمة جدا جدا والسهلة جدا جدا بنفس الوقت، ما فيها أبدا أي صعوبة. Evet arkadaşlarım, hemen başlayalım. لنبدأ فورا أصدقائي. استيك بي قاعدة الطلب، دائما تستخدم من أجل التعبير عن رغبة معينة أو عن طلبنا لأمنية معينة، أو تستخدم بصيغة السؤال لأخذ رأي معين من شخص آخر عندما لا نكون متأكدين من قرار معين أو من شيء معين. يعني مثلا بيقول çok sıcak، اليوم حار جدا. لنزكي دلم، هل نذهب، هل لنذهب إلى البحر؟ بهذا المعنى أنذهب إلى البحر. فهون أصدقائي أنا عم بأخذ رأي مجموعة من الأشخاص معي حتى نذهب إلى البحر لأن الجو حار، فهون أخذ رأي لأنه استخدمتها بصيغة السؤال. ولكن بشكل عام لما بدي أقول أنا دينزاجي دايم لأذهب إلى البحر، فأنا هون عم بعبر عن رغبة بنفسي. فإذا هذه القاعدة إما بتعبر عن رغبة أو عن تعبر عن أمنية، أو بصيغة السؤال بتعبر عن أخذ رأي أو فكرة معينة من أحد الأشخاص لما ما نكون واثقين برأينا أو بفكرتنا أو بقيامنا بهذا العمل المعين. ودائما تستخدم فقط مع ضميرين، بان أنا وبيز نحن وأصدقائي، لا نستخدمها مع الضمائر الأخرى أبدا، إلا في اللغة التركية القديمة كانوا يستخدموها، ولكن في اللغة التركية المحكية الحالية لا تستخدم إلا مع الضميرين بان أنا وبيز نحن، يلي هن برنجي تكيل المفرد الأول والبرنجي جول الجمع الأول، تمام؟ فهلأ بدنا نشوف أصدقائي تصريف هذه القاعدة وكيف نحن بنشكل هالقاعدة من الفعل. بداية الفعل موجود عندنا نستخدمه بجذره الأساسي، مثلا جال ميك أي المجيء، فنحن بناخذ جذر الفعل منشيل الميك بتضل عنا جال، هذا جذر الفعل جال، ومن ثم ننظر إلى جال. إذا نصرفها نحن مع الضمير بان، فأما منضيف أيم أو أيم، ولكن كيف منحدد بيناتهم أي إضافة راح نضيفها؟ ببساطة منطلع على آخر حرف صوتي موجود لدينا، قال آخر حرف صوتي موجود لدينا هو حرف الأ، وهو من الإنجلار صح؟ الأحرف الصوتية المرققة، وهو آخر حرف موجود في الكلمة في حرف صوتي، فيجب أن نرفق معه الإيم. إذن الإيم تستخدم مع الإنجلار أي الأحرف الصوتية المرققة، بينما الأيم لما يكون في عنا فعل بينتهي بحرف صوتي مفخم من الأحرف الصوتية المفخمة يلي هن آ أ أو أو، بينما الأحرف الصوتية المرققة دائما نستخدم معهم إضافة إيم يلي هن آ إي أ أو بهذا الشكل، تمام أصدقائي؟ فإذا الفعل جذر الفعل
ومن ثم إذا كان عندنا بنصرفه مع الضمير بان فقط بنضيف إما أيم أو إيم حسب قاعدة التوافق الصوتي الثنائي أصدقائنا. قال انتهت بحرف صوتي إن جي يعني مرقق، فبنضيف فقط إيم. ناخذ مثال ثاني، مثلا عندنا فعل باك ماك أي النظر، فأنا بدي أقول بقيم لأنظر، فدائما بقيم ننظر إليها باك بهذا الشكل بي آ كي. بعتذر الكتابة بالماوس شوي صعب، باك باك يعني انظر، فأنا بدي أضيف إلها قاعدة الاستيكيبي كإضافة، فننظر إلى آخر حرف صوتي موجود لدينا هو حرف الآ، فتصبح باكا يم بهذا الشكل. طبعا استخدمنا هذه اللاحقة لننتهي بحرف صوتي كالن. هذه هي القاعدة ببساطة. ننتقل الآن معكم إذا ننصرف هذه القاعدة، أو بمعنى ننصرف الفعل مع الضمير بيس اللي هو نحن. كيف نتصرف؟ أصدقائي بدلا من يه بيكون عنا ليه، فتصبح إما ألم أو إليم، يعني جلايم جلايم يعني لآتي، بينما جلالم جلالم يعني لنأتي. الآن نفس الأمر، بقايم بقايم يعني لأنظر، بينما بقلم لننظر. تمام، هذا الفرق بيناتهم، هون يه هون لي. إذن هذه الإضافات واثنيناتهم نفس الأمر مع قاعدة التوافق الصوتي الثنائي. وناخذ الآن أمثلة موجود لدينا حتى نفهمها بشكل أوضح. الآن الفعل جالمك، فقط جذر الفعل هو الجال نستخدمه. ننظر إلى هذا الفعل مع الضمير بان، إذن نصرفه مع الضمير بان، آخر حرف صوته هو حرف الأي، فمنضيف الأيين كإضافة الاستيك كبي، فتصبح جالين لآتي. الآن إذا بدي استخدمها هذه القاعدة مع الضمير بيز نحن، بدي أقول لنأتي، فأصدقائي تصبح جلالين. إذن جال هذا الفعل آخر حرف صوته هو إيه، فيجب أن نضيف الإليم هون اللي، فتصبح جلالين. هذا الفرق به القاعدة، جلالين لآتي أنا، بينما جلالين أي لنأتي. الأمر بهذه البساطة. الآن ننتقل معكم إلى حالة النفي، لما بدي أعبر عن رغبة أنه ما بدي أقوم بهذا العمل، بدي أنفي هذا العمل بدي أقومه قوم فيه، فبقول قال ما ييم. الأمر بسيط، أكيد عرفنا أنه الما هي إضافة النفي وخدناها بتمارين كثير بتخص مثلا قاعدة الشندك الزمن زمن الحاضر، قال ميورم، كنا نضيف هذه لاحقة النفي. إذن قال ما ييم، أصدقائي قال هو الفعل، ومنضيف نحن بشكل مباشر إضافة النفي ما بين الفعل وما بين لاحقة الاستيكيبي، فتصبح قال ما ييم. طبعا اليه دائما نضعها لما يكون في عنا حرفين صوتيين تلو او تعاقبوا ورا بعضهم البعض، يعني للوقايه بنضيف اليه. فاذا بنجزئ نحن الكلمه حتى نفهمها بشكل افضل، ما قال هو الفعل، الما اضافه السؤال، وبالاخير الايم هي عباره عن اضافه قاعده الطلب استيكبي، واليه وضعت للوقايه. قال ما ييم يعني فلا لاتي بهذا الشكل. الآن بنكمل معكم بالمثال التالي مع الضمير بيس، قال ميلم، نفس الأمر، قال هو الفعل، المي هي النفي، والإلم هي إضافة الاستيكيبي مع الضمير بيز، والي للوقاية بين حرفين صوتيين. ننتقل إلى الأمنصر والسؤال الإيجابي، قال يم، طالما هو الإيجابي ما بيكون عن النفي في أصل الكلمة، فبتصبح مثل ما هي قال يم، الفعل مع إضافة الاستيكيبي مع الضمير بان، والمي هي إضافة السؤال سرو إكي، فتصبح جليم هل لآتي بهذا الشكل. فهون أصدقائي بصيغة سؤال معنى الجملة يقلب أو يفسر على أنني أخذ رأي معين أو فكرة معينة من شخص آخر، هل آتي برأيك؟ مثلا نعطيكم مثال بسيط، بان بو فيلمي إز لميك ستيروم، أريد مشاهدة هذا الفيلم، أما بيجون لكن اليوم بنيم تشوك وديفينبار، يوجد لدي العديد من الوظائف، إذ لي إما. فأنا هون عم بسأل سؤال تالي، هل أشاهد هذا الفيلم؟ فأنا هون عم باخذ رأي أحد الأشخاص حتى أنه يشجعني مثلا شاهد هذا الفيلم أو أتمم وظائفك. بعيدها، بو فيلمي إذ لي ميكستيوروم، أريد مشاهدة هذا الفيلم، أما بيجون بنيم تشوك وديفينبار، لكن اليوم بنيم تشوك وديفينبار، يوجد لدي العديد من الوظائف، إذ لي يم. فأنا هون مثل وكأنه عم بأخذ إذن، أو بمعنى آخر عم استشير الشخص برأي معين، إذ لي يم هل لأشاهد الفيلم بهذا المعنى. تمام، فهون قال يم
أنا مستشير هذا الشخص أو عم بسأله عن رأيه هل آتي بهذا الشكل، بينما إذا بدي أسأله هل لا آتي فبتصيح جالما ما يهم، جالما يهم بهذا الشكل. طبعا إضافة السؤال دائما نضعها في آخر الفعل مع ضمير بيز نفس الأمر، ولكن اللي هون تحول إلى ليه فتصبح جللم جلم يلم جللم جلم يلم. ننتقل معكم الآن إلى الأمثلة الموجودة عندنا بخصوص الفعل أكومك القراءة بالحالة الأولملو ألمصوز ألملو سرو والألمصوز سرو، يعني الحالة الإيجابية المنفية، السؤال الإيجابي والسؤال المنفي. طبعا مثل ما تعلمنا فقط ضميرين هن البان والبيز، ما بنقدر نصرفهم مع غير هالضميرين أصدقائي. تمام، الفعل أوكوماك فقط نستخدم جزر الفعل بأنه نحذف منهن مك فتصبح أوكو. الآن مع ضمير بان دائما الإضافة إما بدها تكون أيم أو أيم، صح؟ ولكن ننظر إلى هذا الفعل آخر حرف صوته هو كالون، الأو يعني يعتبر أحرف مفخمة فمنضيف الأيم، والياء نضعها الوقاية لأنه حرف الأو مع حرف الأ أصبح في حرفين صوتيين مع بعضهم بعض الياء الوقاية فتصبح أوكويا يايم، عفوا أوكويا يايم أي لأقرأ. نفس الأمر بنتابع معكم مثل ما بتشوفوا بالألوان المختلفة حتى نشوف كل إضافة شو بتعني. بالنسبة للألمصوز النفي أوكو ما يايم، أوكو ما يايم، إذا فعل إضافة النفي وأيضا إضافة الاستكبي مع ضمير بان وعن الياء للوقاية. بنتابع نفس الأمر بالسؤال المنفي بالسؤال الإيجابي عفوا، أوكو يايم هل لأقرأ أو أكوما يايم بحالة الألمصوز سرو. السؤال المنفي بتصير هل أو أفلا لأقرأ بهذا الشكل. منتابع مع ضمير بيز فقط الياء تقلب إلى لي يعني تصبح أوكيالم أكوما يالم أوكيالم أكوما يالم بهذا الشكل. منتابع الآن أصدقائي بحل الأمثلة الموجودة لدينا والتمرين بالأسفل، أول جزء منه أول 6 تمارين حتى تتم الفكرة بشكل تام بالنسبة لكم. بوأكشام كونسيريجي ديلم هل لنذهب إلى الحفلة هذا المساء؟ إذن بوأكشام هذا المساء كونسيريجي ديلم هل لنذهب إلى الحفلة؟ فهون أنا عم بقترح على الأصدقاء عن رغبتي بالذهاب إلى الحفلة، أيضا بما أنه مجموعة من الأشخاص نحن فأنا عم بأخذ رأيهم بشكل عام بأنه نروح ولا ما نروح. براز دها تشاليشايم أنا الآن عم بحفز نفسي وعندي رغبة لأدرس فبقول براز دها تشاليشايم يعني لأدرس قليلا بعد. يارن إركن إركن كالكالم لنستيقظ غدا باكرا. أصدقائي كالكالم مثل ما عم نلاحظ نحن عم نتكلم كمجموعة من الأشخاص بيز، فكالك هو الفعل لازم نضيف ألم بشكل مباشر كلاحقة الاستيك كبي. هايدي أجليت هيا استعجل كيتش كالما يلم فلا لن يتأخر. تمام، إذا أصدقائي مصطلحات كتير مهمة نستخدمها بحياتنا اليومية، بتمنى منكم تركزوا على هذه التمارين، ما بس أنه نتعلم كيف استخدام القاعدة ولكن دائما في كل تمرين أو كل مثال في عنا كلمات جديدة تستخدم بحياتنا اليومية، بتمنى أنكم تحفظوهم والترجمة بتكون حرفية. أني أمي بو أكشان دي شريتشي قيمة هل لأخرج إلى الخارج هذا المساء يا أمي؟ فأنا عم بأخذ إذن وفكرة منها فبتقلي إيبت تشيك يدا هاير تشيكما، أجل أخرج أو هاير تشيكما لا تخرج. هون بهالأمر يكون عم تستخدم معنا هي قاعدة الأمر. ننتقل الآن أصدقائي لحل التمارين بالأسفل، نكبر الصورة أفضل. تمام، أشارك جملة لاري أو نكلارك كيبي تمام ليلم يعني لنتمم الجمل التي بالأسفل كما الأمثلة، لنتمم الجمل التي بالأسفل كما بالأمثلة. بان سيني دي شاريدا فبيكلي، إذن بدي أقول أنا لأنتظرك بالخارج، إذن لأنتظرك بالخارج، أنا سأنتظرك بالخارج، لأنتظرك بالخارج. فأصدقائي بان سيني دي شاريدا بيكلي بدي أقول لأنتظرك أنا، فالضمير طبعا نصرف معه هو ضمير بان أنا، بيكلي هو الفعل آخر حرف صوتي A فمنضيف بشكل مباشر لأنه A هو من الإنجلار مرققة فمنضيف الإضافة أيم. تمام، وأيضا اللي وضعت لي الوقاية بيز يعني أصبحت جملة لأنتظرك بالخارج. سيز عفوا بيز سيزين لا جللم، إذن لنأتي نحن معكم، سيزين لا أي معكم، سيزين لا معكم، جللم لنأتي. فأصدقائي عم نصرف نحن الآن الاستيجابي مع الضمير بيز نحن، الإضافة بتكون إليم. تمام، لأنه الـ A آخر حرف صوتي هو إنجي فنستخدم إلين، ما بصير نقول جل يل ألم لا أكيد جللم،
طبعا اصدقائي بتلاحظوا انه اثناء النطق لحالكم بتعتادوا وبتشوفوا من الاسهل دائما انه يكون في عندنا مثل تناسق، او بمعنى اخر مخارج الحروف لوحدها هي بتوضح لنا اي اضافات لازم نضيفها لسهوله النطق، تمام؟ فممكن نستخدم قلن او انجي وفقا لسهوله النطق والاعتياد. صنعت شوكولاته، الله يمه، هل لاخذ لك شوكولا بهذا المعنى؟ فقير انسان لرا يردم ايدلم لنساعد الناس الفقراء. ايدلم اصدقائي التي قلبت الى دي، نعرف شو السبب من احرف كاتشب، فبعد حرف الصوت يجب ان ترفق الى دي، تقلب الى دي. بوكونيو تكرار ان لطيم، هل لو اشرح هذا الموضوع مجددا لك بهذا المعنى؟ فانا عم بعرض على الطالب اذا ما فهم الدرس هل اشرح لك الموضوع مره اخرى؟ فاصدقائي ان لطيم ما، هل لاشرح بو اشان دي شار دي ميك يلم عفوا يلم او يم بو اكشام دي شار دي ميك يلم، يعني لنأكل الطعام في الخارج هذا المساء، أو لآكل الطعام في الخارج هذا المساء. الأمر ما في اختلاف بيناتهم حسب ضمير المتكلم. فيما تبقى أصدقائي تمارين أكيد واضحة بالنسبة لكم، بتمنى تراجعوهم بأنفسكم بسبب ضيق الوقت مننا نستعجل بالشروحات. والآن ننتقل معكم إلى التمرين الرابع أصدقائنا. إذا أصدقائي نبدأ بحل التمرين المهم جدا. دائما هالنوع من التمارين اللي هو ترتيب الجملة باللغة التركية من أهم التمارين الموجودة لدينا، لأنه بعرفنا على مواضع تواجد الأقسام الجملة بشكلها الصحيح. فأصدقائي نبدأ على بركة الله. باللغة التركية الفعل دائما يأتي في آخر الجملة، الفعل يأتي دائما في آخر الجملة، ولكن أحيانا ممكن أن يأتي في بداية الجملة، وذلك يستخدم في الشعر. يعني بمعنى آخر تسمى جملة مقلوبة، دافريك جملة سي هي الجملة المقلوبة، يستخدموها الشعراء من أجل الوزن والقافية في أشعارهم. ولكن بالحالة العادية والمعتادة دائما الفعل يأتي بآخر الجملة. فإذا نحن حتى نشكل جملة صحيحة باللغة التركية، بداية نبحث عن الفاعل. أزني يعني فاعل، فممكن يكون ضمير، ممكن يكون اسم موجود لدينا وهو الفاعل. أيضا نبحث عن الفعل حتى نضعه دائما في آخر الجملة. وفيما يتبقى ما بين الفاعل والفعل هم عبارة عن إما يكون نسنا مفعول به، ممكن يكون دولاليتم ليش يعني جار ومجرور، ممكن يكون ظرف، إما ظرف مكان أو ظرف زمان، يعني بيدل على المكان أو على الزمان. فيما تبقى يوجد أيضا بعض الإضافات ما بتهمنا كتير حسب المستوى عم ندرس فيه حاليا هو الـ IQ، ولكن نحن يجب أن نحفظ بأنه بداية تبدأ الجملة بالفاعل، ممكن يكون ضمير أو اسم، وتنتهي بالفعل يلي هو دائما بآخر الجملة. فمن شاهد الجملة الموجودة لدينا عنا بداية get make أي الذهاب وهو الفعل. جلجك هافتا الأسبوع التالي أو أسبوع القادم، فهو عبارة عن ظرف زمان. بيز نحن، قز كوليسي، طبعا نحن هون عبارة عن فاعل، بقصد قز كوليسي اللي هو برج الفتاة الموجود في اسطنبول، بتشاهدوا بهالصورة. فنحن كيف ممكن نشكل جملة بهالكلمات الغير مرتبة؟ بداية نبحث عن الفاعل هو بيز نحن، فنضعها بيز، ومن ثم آخر الشيء يجب أن يكون لدينا الفعل اللي هو كتمك تصبح جيدلم، لأنه من نشكلها نحن حسب قاعدة درسناها جيدلم. طالما بيز نحن فالفعل من الشكل مع استكبي، فنصرفها على الشكل التالي، نأخذ فقط جذر الفعل تصبح جيت، جيت آخر حرف صوتي هو إي وهو من الإنجلير، فيجب إضافة إيليم بشكل مباشر، إيليم، وحرف التاء يقلب الى د بشكل مباشر بعد ما ارفق بحرف جر، عفوا حرف صوتي اللي هو الاي، فتصبح جيدلم. اذا بيز واخر شيء جيدلم. الان نبحث بشكل مباشر عن ما يوجد داخل الجمله من الكلمات الموجوده لدينا لنشكل جمله صحيحه، فتصبح نحن وبرج الفتاه واسبوع القادم ونذهب. كيف نشكلها بالعربي؟ نحن سنذهب الاسبوع القادم الى برج الفتاة. فببساطة نذهب الفعل أخذناه للأخير، مثل ما منشوف الفعل صار بالأخير، ونحن هو أضرناه إلى بداية الجملة يلي هو الفاعل، ومنتمم حسب منطقة الجملة، فتصبح بيز كليجيك هافتا كز كلسيني جديلم، أي لنذهب الأسبوع القادم، أو نحن لنذهب الأسبوع القادم
إلى برج الفتاة. بهذا الشكل بيكون شكلنا الجملة. يعني أصدقائي بنرتبهم حسب المنطق، بداية بنضع الفاعل، آخر شيء لازم يكون موجود لدينا الفاعل، وفيما تبقى بنرتبهم حسب المنطق الجملة. طبعا ما بننسى أحيانا بنحتاج إلى إضافة أحرف الجر المناسبة، هذا الشيء بيكون موجود لدينا بالجملة حسب منطقها. بدنا نقول لنذهب إلى قلعة أو برج الفتاة، فبشكل فوري لازم نضيف نحن حرف جر اللي هو الآ. يمك لا ماجون بو لوكانتا، يمك لهماجون بو لوكانتا. إذا في هذا المطعم، ولهماجين ويمك يعني هو الفعل الأساسي تأتي بمعنى الأكل، تناول الطعام. إذا لنتناول لهماجين في هذا المطعم، فمنقول بو لوكانتا دا في هذا المطعم لهماجون يالم، لنتناول لهماجون. فأصدقائي دائما نترك نحن الفعل في آخر الجملة، فبولو كانت ضلهمون لهماجون يلم، أي لنتناول لهماجين في هذا المطعم. من تابع التمرين السادس، بواز ترو سونو يابمك هافتا. بواز ترو هي رحلة المضيق أصدقائي، يعني رحلة إلى المضيق الموجود لدينا هون. وفي عنا سونو آخر، هافتا هو أسبوع، يابمك يعني لنقوم. عندنا صيغة السؤال، يعني بنفكر فيها ونجمعهم مع بعض الجملة حتى تكون لها منطق. هل لنقوم برحلة إلى المضيق في آخر الأسبوع؟ فنبدأ هافتا سونو بواز تورو يا بالما، هل نقوم برحلة مضيق في آخر الأسبوع؟ منتابع معكم بالأمثلة الموجودة لدينا. اسمار لماك هو الفاعل يعني العزيمة، إنه الشخص يعزم شخص آخر، العزيمة من إلها. اسمار لمك يمكتن سونرا بعد الأكل، صنا لك باكلافا يعني بقلاوة. فبقول أنا يمكتن سونرا من بعد الأكل صنا بقلاوة اسمار ليين، لأعزمك على بقلاوة بهذا الشكل. يابمك هاي بي اليادة، هي منطقة ما عرفتها بصراحة أنا، هاي بي اليادة مثل ما موجودة هون. هفتا سنو بيكنيك نزهة، هفتا سنو بآخر الأسبوع. هاي بالياضة اللي هي المنطقة، ويبمك أن نقوم بهذا البيكنيك اللي النزهة. فإذا هفتا صنو هاي بالياضة دا بيكنيك يبالم، يعني لنقوم بنزهة في منطقة هاي بالياضة في آخر الأسبوع. تمرين خامس، ألمك كبالو تشارش يارين لكم. لكم أصدقائي نوع من أنواع الراحة، من مثل ما بتشاهدوها هون. كابالو تشارشو هو السوق المغلق، يارين غدا، ألمك يعني لنأخذ. فأنا بدي أقول لنأخذ أو لآخذ الراحة من سوق المغلق غدا. فإذا يارين غدا كابالو تشارش دان، طبعا عم نلاحظ أضفنا حرف الجر دان يعني من السوق المغلق. لكم ألالم يدا أليم، يعني غدا لآخذ الراحة من السوق المغلق، أو فينا نقول غدا لنأخذ الراحة من السوق المغلق. الآن انتهينا من التمرين، لننتقل معكم إلى التمرين الخامس، أيضا مهم جدا. وفيما تبقى لدينا أصدقائي رح نستمع إلى فقرة الدلمة اللي هي الاستماع، ومن ثم ننتقل معكم بنفس الدرس إلى الدرس الأخير المتواجد لدينا بعنوان إنترنت، لأنه قاعدة كثير بسيطة ونص قصير جدا، وهو عبارة فقط عن إضافة إضافات للكلمات لتحويلها إما إلى أسماء أو صفات. كثير سهل الدرس، أبدا ما في أي صعوبة. فلننتقل معكم ونعود لنعود معكم إلى التمرين المتبقي، التمرين الخامس. أرنكتاكي جيبي جملة لار يظلم، لنكتب الجمل مثل الأمثلة. خلينا نلاحظ المثال الموجود لدينا. شوك يورغنوم، متعب جدا، أنا متعب جدا. نيا بايم، ماذا أقوم به أو ما الذي أقوم به؟ بمعنى آخر أنا بسأل سؤال، نيا بايم، ما الذي أقوم بعمله وأنا متعب جدا؟ فجوابي اللي براز دين لان، يعني استرح قليلا، استرح قليلا. فأصدقائي مثل ما تعلمنا دائما صيغة السؤال من الاستكبي، من قاعدة الطلب، بتعبر بأنه أنا عم ببحث عن رأي شخص آخر. أنا عم بتكلم وأقول أنا متعب جدا، نيا بايم، ما الذي أفعله؟ فإجاني جواب من صديقي اللي براز دين لان، استرح قليلا. وعلى هذا الشكل نحن من نتابع حل التمارين الموجودة لدينا وملء الفراغات. هلأ بيقولونا جامل أتشن، جامل أتشن يعني افتحوا الزجاج بهذا المعنى.
فأكيد بده يكون الجو عندنا مثلا هون كثير حار. فأنا عم بسأل السؤال التالي: الجو حار جدا، ما الذي نقوم به؟ فمراسج هوك سجاك، هنا حار جدا، نيا بالم، ما الذي نقوم به؟ فاقترح، أنا سألتهم السؤال، عم باخذ رأي أحد من الأشخاص، فقالوا لي إنه افتحوا الشباك أو بمعنى آخر الزجاج. جامل أتشن جزدانمı bulamıyorum. لا أستطيع إيجاد جزداني. نيا بايم، ما الذي أقوم به؟ فالجواب يكون بوليس جيت مثلا، اذهب إلى البوليس لكي يجدوه لك. أركاداشم هاستا، نيا بايم، صديقي مريض، ما الذي أقوم به؟ أركاداشını دكتورا götür، أكيد خذ صديقك إلى الطبيب. فأصدقائي أنتم تملؤوها حسب ما يناسبكم دائما. تاكسي ما جدلم، لنذهب إلى تاكسي. إذا ممكن أقول çok sıkıldık، ne yapalım، بهذا الشكل، إنه ملينا أو شعرنا بالملل كثيرا، ما الذي نقوم به؟ ممكن نضيفها هي، فهنا بيقولوا لنا تقسيم جدلين، او نحن مقترح انه لنذهب الى تقسيم، او عندنا هون حل اخر هافتا صنو نريا جدلين، يعني نريا جدلين الى اين لنذهب اخر الاسبوع، فبيقولوا لنا تقسيم جدلين مثلا، لنذهب الى تقسيم، عفوا. يارن دوم جونم، غدا عيد ميلادي. هركسي çağırıyorum، انني ادعو للجميع. أما أحمد إلى زينب كونوشميور، لكن أحمد لا يتكلم مع زينب، يعني هن في بيناتهم خصام. نيا بايم، ما الذي أقوم به؟ أولسون ليكن إكسيني ده شهر، وليكن يعني ليس في مشكلة، أنت نادي للإثنين مع بعضهم البعض، يعني نادي لهم إثنياتهم وهن الأمر بيعود لإلهم، ولكن واجبك تنادي الجميع. سينما يا جدلم، عفوا هون إيفت جدلم، أجل لنذهب. فنحن نصيغ سؤال وجوابه يكون أجل لنذهب، فممكن يكون دينيزي جيدلم، ممكن يكون سينما جيدلم، ممكن يكون كتبخانة جيدلم، إلى المكتبة وما إلى ذلك. طاووق بشير، أطبخ الدجاج. فممكن أنا أسأل أكشما ني يابايم، ني يابايم أو ني بشيريم، يعني ما الذي أطبخه للمساء؟ فالجواب أطبخ الدجاج. تاكسية بنلم، هل لنصعد إلى التاكسي، يعني هل لنأخذ تاكسي؟ فالجواب هاير، تاكسيه بن ميلم، كلا، فلا لنصعد إلى التاكسي، أتوبيس بن ميلم، بل لنصعد إلى الحافلة، بيكون أنسب. سانا ياردم إديمي، هل أقوم بمساعدتك؟ فالجواب إيفت، لطفا بنا ياردم أجل، لطفا، لطفا منك، فساعدني بهذا الشكل. بنجي يشل، كازغ جي، إذا جي. إذا أصدقائي هنا بيقولوا لنا بالنسبة لي برأيي بهذا المعنى، بنجي يعني برأيي أنا، البس أو ارتدي الكنزة الخضراء. فالسؤال بده يكون سنجي هانجي كزغ جي، يعني برأيك أي كنزة لألبسها، بهذا الشكل. فأصدقائي بهذا الشكل بيكون انتهينا من هالتمرين البسيط إن شاء الله. الآن فقرات الدينلما الاستماع، في عنا حوار بين هند وجوزده وجانان وزينب، أكثر من شخصية بيتكلموا بعضنا، لأين تذهبون في آخر العطلة أو في آخر الأسبوع، يعني العطلة اللي جاي أمامهم في الشهر القادم. تعطي البلان هي خطة العطلة. فأنا حتى تعتادوا فقط على سماع اللغة التركية المسموعة، رح نعرض لكم بشكل مباشر، طبعا الحل موجود، ورح نعرض لكم المقطع الموسيقي. بترككم مع المقطع الصوتي، ومن ثم نبدأ بشكل مباشر في درسنا من الوحدة، أو عفوا الدرس الأخير من الوحدة الأولى. Gelecek ay tatile çıkıyoruz kızlar, biliyorsunuz. Nereye gidelim? Ben uzun zamandır Kapadokya'yı görmek istiyorum. Bence oraya gidelim. Kapadokya yazın çok sıcak oluyor ve orada deniz yok. Antalya'ya gidelim. Antalya'da çok kalabalık. Bence güzel bir Karadeniz turuna çıkalım. Oraları çok merak etmiyorum açıkçası. Bence en iyisi İzmir'e gidelim. Önce Kuşadası'nda denize girelim. Sonra Efes'i ve Afrodisyas'ı gezelim. Son iki günde Balıkesir'e Cunda Adası'na gidelim. Orası oldukça sakin ve huzurlu bir yer. Bence harika bir fikir. O zaman öğleden sonra tatil için alışveriş yapalım. Haydi kızlar, hemen hazırlanalım.
والآن أصدقائي لننتقل معكم إلى الدرس الأخير من الوحدة الأولى. طبعا الدرس بسبب أنه هو عبارة عن درس قصير جدا وبسيط جدا رح نشرح فيه إضافات بسيطة نضيفها للأسماء لنحولها إلى صفات أو لأسماء بمعاني مختلفة، فما في أبدا أي صعوبة والدرس قصير، فحبيت أدمجه مع الفيديو المخصص للدرس الثاني. فإذا لنبدأ به على بركة الله. إنترنت أي في الإنترنت. صار ساتشل، صار تأتي بمعنى أشقر أو أنه أصفر بشكل عام. ساتش هو شعر، ولا هي إضافة التي حولت الشعر الأشقر إلى صفة، فلما نقول صار ساتشل أي شخص ذو الشعر الأشقر. تمام أصدقائي، الشخص ذو الشعر الأشقر، فلا هون عبارة عن إضافة حولت الاسم إلى صفة. نفس الأمر أزن بويلو، أزن بويلو أي أنه ذو طويل القامة، طويل القامة. فأصدقائي اللهون اللي والأو أضيفوا إلى الكلمة فحولوها إلى صفة. جوز لوك لو، جوز لوك لو. إذن جوز عبارة عن عين، معناها عين. لوك هي إضافة أضيفت إلى كلمة جوز فحولتها إلى اسم. جوز لوك أصبحت نظارات. شاهدنا أصدقائي الفرق، ولهذا سبب بنقول دائما أن اللغة التركية لغة التحاقية، إضافات منضيفها إلى كلمات فتحول معناها بشكل تام. فجوز هو عين، لوك هي عبارة عن إضافة أضفناها لكلمة عين فأصبحت معنى مختلف، هي نظارات. الآن عندنا إضافة أخيرة اللي هي اللو. طبعا نشاهد دائما حرف اللي مع الحرف الصوتي بيكون مناسب لآخر حرف صوتي موجود في الكلمة، فجوز لوك لو أصبحت بمعنى الشخص الذي يرتدي النظارات. جوز تأتي بمعنى ملح. توزلوك هي عبارة عن المملحة، يعني العبوة التي تملأ بالملح. كيرالوك هو بمعنى للإيجار. شكر سيز، أصدقائي شكر هو السكر، إذا إن شكر لي نفس الإضافة الموجودة بالسابق تصبح الشيء حلو، ولكن شكر سيز أي هي كنفي تصبح شكر سيز أي بدون أي ملح. شاهدنا الفرق، شكر لي حلو، شكر سيز أي بدون ملح. أزن بويلو، صار ساشل الماضي جوزليم، أنني صاحب عيون زرقاء وشعر أشقر وأيضا طويل القامة، فهي صفاتي الفيزيائية بها المعنى. بويميك تشوكتوزوز، هذا الطعام بدون أي ملح، فهنا من شاهد فينا نقول توسلو أي مالح، بينما توسوز أي بدون ملح. يزلك إذي ميز بودروم دا، أي في بودروم موجود بيتنا الصيفي، أو بيتنا الصيفي موجود في بودروم. بان أريتمينليك يابيورم، بان أريتمينليك يابيورم، أصدقائي أنا أقوم بمهنة التعليم. أريتمان هو معلم، أريتمينليك أصبحت مهنة، اسم مهنة، هي مهنة التعليم. الآن بعد الانتهاء من المقاطع البسيطة ننتقل معكم إلى درسنا أوكوما القراءة. أركاداش أريورم، أنني أبحث عن صديق. منكبر النصوص لأنه صغيرة جدا. تمام. بنم أضم ميرفا، يرمي بيش يشندايم، أنا اسمي ميرفا، عمري 25 سنة. سياح دلقل ساشل، أي أنني ذات شعر مموج أسود. يشيل جزلو، وذات عيون خضراء. أورطابويلو، يعني متوسطة القامة. بياض تينلي، ذات بشرة بيضاء. سيفيملي بيركزم، وأنا عبارة عن بنت. سيفيملي تأتي بمعنى محبوبة جدا. بير أوكولدا أوريتمينليك يابيورم، أنني أعمل بمهنة التعليم في مدرسة ما، يعني هي معلمة. دروستلوك بنيم إتشين، عفوا دروستلوك بنيم إتشين تشوك أنيمليدر، أي أن الصدق أو الوفاء مهمة جدا من أجلي، إنها تفضل دائما الصدق والوفاء. فلننتقل الآن إلى النص التالي. بنم أضم هاكان، أنا اسمي هاكان، يرمي دو كوزا جندايم، عمري 29 سنة. صار ساشل ذات شعر أشقر. مافي جوزلو بعيون زرقاء. أزون بويلو بطويل قامة، أي طويل القامة. جوزلوكلو ذات نظارات، أنني أرتدي نظارات بهذا المعنى. اسبريلي، أصدقائي اسبريلي تأتي بمعنى أنني أمتلك روح الدعابة أو لدي روح الدعابة. اسبريلي عفوا
اسبيري لوحدها، اسبيري لوحدها هي عبارة عن معنى نكتة، بنقول النكتة اسبيري، ولكن اسبيري لي بإضافة هذه الإضافة لي أصبحت اسم آخر أو بصفة أنه يمتلك روح دعابة. يقشك له جميل جدا بير إركيم، أو جميل بير إركيم، أنا كشاب جميل. بير شركة مهندس لي كابيوروم، أنني أعمل في الهندسة في شركة ما أو في شركة. تنبل لي سيف ميوروم، لا يحب التنبلة أبدا، يعني هي الكسل. نحن نقول تنبل أنه شخص كسول، تنبل أيضا باللغة العربية. فتنبل لي أي الكسل. بينما أضم نسرين، أنا اسمي نسرين، كرك بيشة شنديم، عمري 45 سنة، قزل صاشلو، ذات شعر قزل أصدقائي، هو اللون الخمري أو العنابي بهذا المعنى، الأحمر القاتم، يشيل جوزلو، ذات عيون لونها خضراء، أورتابولو، متوسطة القامة، متوسطة القامة، نشيلي، نشيلي أصدقائي هو الشخص المرح بشكل عام، أي كالتلو، ذات قلب جيد أو بمعنى آخر قرب طيب بهذا المعنى. حركت لي بير بيانم، وأنا عبارة عن امرأة، أو بيانم إنني عبارة عن امرأة حركت لي. شو يعني حركت لي؟ ذات حركة، يعني بمعنى نشيطة جدا، إنرجيك بهالمعنى كمان، إنه نشيطة عندها طاقة دائما. بير هاستاني دي دكتور لوك، عفوا دكتور لوك يابيورم، إنني أقوم بمهنة الطبابة في مشفى. دنجسيز insanlardan hoşlanmıyorum. İnneni la ufaddal min ennas hum ennas dengesiz. Şu yani dengesiz? Yani bidun intizam ennas العشوائيين بشكل عام. الآن لننتقل أصدقائي بعد ما عرفنا كيف نعبر عن صفاتنا الفيزيائية للأشخاص، بدنا نحل بعض التمارين يلي بتخص التمرين الخامس. Kişilere uygun sıfatları seçelim, yerleştirelim. أي لنختار ونضع الصفات المناسبة للأشخاص. فعنا في داخل الصندوق صفات بتلائم الأشخاص اللي درسناهم أو اللي أخذنا أو أخذنا فكرة عنهم من خلال النص. شيرين، شو يعني شيرين؟ شيرين أصدقائي هو الشخص الجذاب، تمام؟ هو الشخص الجذاب. كوميك تأتي بمعنى هو الشخص الكوميدي المرح. تشالش كان الشخص المجتهد. انرجيك هو الشخص لديه نشاط دائما، اي شيء الشخص النشط او حيوي. كولاريوس دو ذات وجه مبتسم دائما. درست اي صادق. فمروه كانت شيرين ودرست، صادقه وجذابه. هاكان كان كوميدي وايضا تشالش كان وايضا شاطر بهالمعنى او مجتهد. طبعا بديل عن كوميك ذكرونا اياها نيتو اسبريلي، يعني هو شخص يمتلك روح الدعابة، فنفسها كوميك. نسرين جولاريوز لو انرجيك، بدلا من انرجيك هي قالت حركت لي بربيانا، انه انا امرأة ذات حركة يعني نشطة جدا، نفسها انرجيك يعني لدي الطاقة ومفعمة بالطاقة والحيوية. جولاريوز لو بمعنى انها مبتسمة دائما. الان اصدقائي لننتقل معكم الى القاعدة الاهم واللي هي موضوع درسنا، وننتهي من درسنا ان شاء الله. القاعدة هي عبارة عن إضافات، إما الله أو الصص. طبعا أصدقائي لما أقول أنا الله يعني بهذا الشكل، وحرف الله بحرف كبير، إن كان هون والكان بكلمة صص، الله حرف كبير، يعني متغير هذا الحرف الصوتي وفقا لقاعدة التوافق الصوتي الرباعي. فالله ممكن تكون لو، لي، لو، عفوا لو وأيضا لو. بينما الصص ممكن تكون صص، سيز، سوز وأيضا سوز بهذا الشكل. طبعا نحن نغير الحرف حسب آخر حرف موجود في الاسم المرفق له، آخر حرف صوتي موجود بالاسم المرفق. فلنبدأ بالشروحات البسيطة. اسم زائد الله، يعني بنتعلم الآن إضافة الله بكافة صورها مع كافة الأحرف الصوتية المرفقة لها، إما الله أو لي أو لو أو لو، ما إضافتها مع الأسماء، شو المعنى اللي بتضيفه للجملة. الله إيكي صادج اسم لاردن سنر جالير إكليندغي اسم صفات يبار. إذن تأتي فقط هذه الإضافة من بعد الأسماء، وأيضا تصنع صفة من الاسم الذي أضيفت له. فيعني كلمة شكر اللي هي بمعنى سكر، لما بدي أقول هذا الشاي حلوا جدا بقول بوشاي تشوك شكرلي، تشوك شكرلي يعني حلوا جدا بهالمعنى. فشكر اضفت لها اضافة لي. طبعا ليش لي؟ لان شكر اخر حرف صوتي بينتهي فيها هي حرف الاي، فاضيف شكر لي تصبح. فبهالشكل حولتها انا لصفة من
شكر سكر إلى شكرلي يعني حلو، تمام؟ فانتبهنا أصدقائي. ونفس الأمر مع الملح، توست بمعنى ملح، فتوزلوت أصبحت مالح، ولكن انتبهنا أنه هذا الحرف متغير دائما حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي، فالأمر ما في بدنا أي صعوبة. بو مكرونة تشوك توزلو، هذه المعكرونة مالحة جدا. أنم تشوك جزال أزملو كرابية يا بيور، أمي تصنع كعك بعنب جميل جدا. أصدقاء أزم هو عنب، أزم هو العنب، ولكن أزم لو كرابية هي الكعك المصنوع أو المحشو بالعنب. العنب يوسف شوك دي قطلي بير أورانجي. قال يوسف هو عبارة عن طالب منتبه جدا بهذا المعنى. دقات تأتي بمعنى انتباه، دقاتلي أي أنه منتبه أو حذر. شوك سكالي شو سكالي أدام بنيم أمجام. شو سكالي أدام بنيم أمجام. هذا أو ذلك الرجل الملتحي هو عمي. أصدقائي سكال هو إنسان، هو عبارة سكال تأتي بمعنى الذقن أو لحية، فلما أضفنا لها الله أصبحت ملتحي، هذا الرجل الملتحي. بازار جنو بورسالي بير أركاداشن جاليور. بازار جنو بورسالي بير أركاداشن جاليور، أي يوم الأحد سيأتي صديقي من بورصة، أو صديقي البورصلي أي أنه مقيم ببورصة أصدقائي، تمام؟ تتذكر لما كنا إحنا عم ناخذ الدرس بالمستوى الأول عن الدول، كنا نقول إسبانيا إسبانيالي، أي أنه إسبانيا الدولة إسبانيالي، أي أنه من إسبانيا أو أنه إسباني. فهون نفس الأمر، الله أو مع الله نضيفها مع الاسم لتحولها إلى صفة بهذا الشكل. الآن لندرس قاعدة البلد الثانية اللي هي إضافة الصز، طبعا متغيرة حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي، ممكن تكون شكر سيز مثلا، أو ممكن تكون ضرر صز مثل ما عم نلاحظ هون بهذا الشكل، أو بهذا الشكل. إذا متغيرة هذه الأحرف حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي. إذا صز إكي صادج اسم لاردن سون رجالير، نفس الأمر تأتي فقط مع بعد الأسماء أصدقائي، تمام؟ ما بصير نحطها قبل اسم أو نلحقها مع فعل، حصرا بعد الأسماء. لو إكينين أولوم صزدر، أولوم صزدر، قال إنها النفي من إضافة الله، يعني لما إن شكر لي هو حلو فالنفي منها بدون أي سكر منقول شكرسيز، أي بدون سكر. توزلو مالح، توزوز غير مالح، هذا هو. كمال أولارك إكسيكليك، أي بشكل عام تعطي معنى إكسيكليك اللي هو النقصان من هذا الشيء. أنلا مفيريان صفات لار يبار، أي أنها تعطي صفات للأسماء بمعنى ماذا؟ بمعنى النقصان من هذا الشيء، أو بمعنى آخر هي النفي من الإضافة الأولى اللي خدناها الله. شكر لي حلو، شكر سيز بدون أي حلو أو سكر. شاي شكر سيز إتشيورو، مثل الأمثلة أنني أشرب الشاي بدون أي سكر. درس قلم سيز في دفتر سيز قلمين، لا تأتوا إلى الدرس بدون دفتر أو قلم. كارنجالار ضرر صز هايوان لاردر، إذن النمل هم حيوانات غير مضرة، ضرر صز أي غير مضرة، تمام؟ عم نلاحظ آخر حرف صوتي هو آ فنستخدم صز، بينما هون شكر آخر حرف صوتي إيه فاستخدمنا السيز. إسطنبول ده سنسيز جوك سكليورم، إنني أمل جدا بدونك في إسطنبول. سايقصز إنسانلاردان نفرت إليورم، إنني أكره من الناس الأشخاص بيكونوا سايقصز أي الغير محترمين محترمين عفوا. أصدقائي سايقلو تأتي بمعنى محترم، سايقصز غير محترم، فعل الضد تماما. الآن أمثلة بتوضح لنا هالأمر ومنترجمهم لتتوضح لكم أصدقائي. سالقلو صحي، سالقصز أي غير صحي. شكر لي حلو، شكر سيز بدون أي سكر يعني غير حلو. توزلو مالح، توسوز بدون ملح. صبرلو شخص صبور، صبرسوز غير صبور. جوتشلو بمعنى جوتشلو قوي، بينما جوتشسوز تأتي بمعنى ضعيف بدون أي قوة. بشارلو ناجح، بشارسوز غير ناجح. سوتشلو مذنب، بينما سوتشسوز
بمعنى غير مذنب. أقل ذكي، أقلصز بدون أي عقل، يعني بمعنى آخر غبي. لذتلي لذيذ، لذتسز بدون أي طعم. هقل محق، هقصز غير محق. فإذا أصدقائي الأمر كتير بسيط، عم نشوف نحن التغير لدينا وفق قاعدة التوافق الصوتي الرباعي لكلا الأمرين، واللوت اللي مع حرف الصوتي تعطي معنى الإيجابي، بينما النقصان أو المعنى العكسي تعطي دائما إضافة الصز. هذه هي القاعدة ببساطة. الآن ننتقل إلى القاعدة الأخيرة واللي هي الاسم أو الصفة إذا أرفقنا معهم إضافة لك. طبعا الأ أيضا متغير، ممكن تكون لك، ممكن تكون ليك، ممكن تكون لوك، ممكن تكون لوك. فالآن أصدقائي شو الفائدة منهم أو شو المعاني اللي بتضيفهم هذه الإضافة؟ Look ekey isim ve isim soyulu kelimelere gelerek soyut isimler yer alet ve meslek isimleri türettir. İzen azdıqana enna idafet look biqudumiha ila al asma au biilhaqiha bil asma او بالكلمات ذات نسب الاسم، يعني بيصدوا فيها الصفات بشكل عام، هي عبارة عن كلمات ولكن تنسب الى الاسماء بهذا المعنى. عندما نأتي بهذه اللاحقة لك، فشو بتصير عنا؟ تشتق اسماء جديدة، هي بتكون اسماء مهن او اسماء آلات او اسماء مكان او اسماء بتكون مجردة. شو بنقصد فيها؟ الان اصدقائي رح ناخد بعض التمارين بتوضح لنا هذا الامر او امثلة. مثلا عنا جوزيل بمعنى جميل، ولكن لما يكون في عنا صيوت اسم، شو معنى صيوت اسم؟ هو الاسم المجرد. دائما أصدقاء الكلمات اللي كانت باللغة العربية أو حتى باللغة التركية في عنا نوعين من الأسماء، أسماء بتكون مجردة وأسماء بتكون ملموسة. مثلا لما أتكلم أنا عن كلمة ماسة اللي هي الطاولة، فنحن بنشاهد أنه ماسة هي كلمة ملموسة، لأنه إذا لمسناها أو طلعنا عليها أو استخدمنا إحدى حواسنا الخمسة ممكن ندرك وجودها لهذا الشيء أو لهذا الاسم الملموس. الطاولة ممكن أن نلمسها مثلا أو ننظر إليها، فإذا هي عبارة عن اسم ملموس، صمت يعني ملموس. بينما ما هي الأسماء اللي بتكون مجردة صيوت اسم لار؟ الأسماء مجردة على سبيل المثال هي كل اسم ما ممكن نشعر فيه بحواسنا الخمسة، يعني ما ممكن نلمسه أو نستذوقه أو مثلا نشمه بحاسة الشم أو مثلا ممكن نشاهده. على سبيل المثال الشوق özlemek، مثلا الجمال güzellik، الإحسان iyilik، تمام. فهذه دائما أسماء بتكون مجردة. فعلى سبيل المثال güzel تأتي بمعنى جميل، ولكن güzellik أصبحت الجمال. تبهنا أصدقائي، الجمال هو عبارة عن اسم مجرد ما ممكن نحن نلمسه، ولكن بنشاهده بعدة صور، بيكون جمال أخلاقي أو جمال بمناظر طبيعية، فهو عبارة عن اسم مجرد، صيت اسم أي اسم مجرد. فباختصار من الاسم الأول أو الصفة الأولى مثل جوزيل هي عبارة عن صفة، ولكن لما أضفنا إلها اللاحقة لك أصبحت اسم مجرد، فبمعنى آخر اسم آخر مجرد غير ملموس. جوزيل هي جميل، جوزليك الجمال. نفس الأمر إيي تأتي بمعنى جيد وهي صفة، ولكن لما أقول إيي ليك فهو اسم مجرد، هو الإحسان. فمنشوف الفرق، إيي جيد بينما إيي ليك هي الإحسان. بول تأتي بمعنى كثير، بينما بولوك هي الوفرة والبركة في الأمر، أن شخص أو شيء موجود منه بوفرة جدا. بولوك هي الوفرة. إلها مصطلح آخر باللغة التركية مأخوذ من اللغة العربية اللي هو بركات، يعني البركة. سيسيز هو الصمت، ولكن سيسيز ليك هو الصمت والخضوع بشكل عام، الخضوع بهذا المعنى. دغرو صحيح، ولكن دغرو لوك هي الصحة أكثر، أو بمعنى آخر الحق فينا نقول عنه أصدقائي. الآن في عنا إضافة أخرى أو بمعنى آخر، إذا أضفنا هذه اللاحقة اللي هي لك إلى بعض الأسماء ممكن حولها إلى أسماء مهن. مثلا مسلك اسم لريه أسماء المهن، أوريتمان معلم، أوريتمان ليك أي التعليم، قبج هو البواب، قبج لك هم الأشخاص اللي بيشتغلوا بمهنة صناعة الأبواب، دكتور هو طبيب بينما دكتور لوك طبابة، جوز لوك تشو هو البائع
هو بائع النظارات، ولكن جوزلوك تشو هو الشخص الذي يبيع النظارات، بائع النظارات خلينا نقول، ولكن جوزلوك تشولوك هو المكان الذي يبيع بداخله النظارات. تمام، شفنا الفرق. يعني هون اسم المهنة هذا الأمر. مهندس هو عبارة عن مهندس، ولكن مهندس ليك هو عبارة عن ماذا؟ الهندسة، فرع الهندسة، فهي عبارة عن أسماء مهن. فالأمر بسيط أصدقائي، حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي، ممكن تكون ليك، ممكن تكون لوك مثل ما عم نشاهد، أو لوك أو ليك أو لوك. فدائما هذه القاعدة أو الإضافة لما نرفقها للإسم إما بنحوله إلى اسم مجرد أو إلى اسم مهنة. أصدقائي أيضا لدينا بعض الاستخدامات الأخرى لقاعدة لك أو إضافة لك. عبنونا هون أو بمعنى آخر، اسم لارين صنونا كلاريك اسم ذي صفات يبار، أي بقدومها بآخر الكلمات تحول الكلمة إلى صفة أو اسم. على سبيل المثال، شكر تأتي بمعنى سكر، ولكن لما أضفناها إلى كلمة شكر أصبحت شكرليك، أي سكرية. شو هي سكرية؟ هي العبوة التي تحفظ بداخلها السكر. تمام أصدقائي، فهون حولتها إلى اسم آلة أيضا، شكر سكر، شكر ليك سكرية. كتاب كتاب، كتاب لوك مكتبة، توز ملح، توز لوك مملحة، يعني العبوة اللي بتحفظ الملح بداخله. سوز تأتي بمعنى مفردة، بينما سوز لوك هو المعجم. جوز عين، جوز لوك نظارات. انتبهنا أصدقائي، بكل اسم هون موجود لدينا عم نحوله إلى اسم آلة أيضا. باردة أي ستائر، بينما بيرداليك قماش أصبحت القماش المخصص للستائر، نوعية القماش هو قماش ستائر. عفوا، ياز صيف، يازلك إيف أي بيت الصيفي، يعني البيت مخصص لموسم الصيف فقط، بيكون مصيف. تشوجوك طفل، بينما تشوجوك لوك يونلري هي أيام الطفولة، فمن طفل أصبحت طفولة. كيرا يستأجر بهذا المعنى، كيرالك للإيجار، بيت للإيجار، كيرالك إيف، كيرالك إيف استيورم، أريد بيت للإيجار. كش شتاء، بينما كش لجيسي هو اللباس الشتوي بهذا المعنى. فأصدقائي هي هي قاعدة ببساطة، أخذنا قسمين، الأول إما الاسم تصنع منه اسم مجرد آخر مثل جزال جميل، جزال لك الجمال، إي جيد، بينما إي لك هو الإحسان. البول وفير، بولك تأتي بمعنى الوفرة. تمام عنا، أو تصنع أيضا أسماء لمهن، أوريتمان معلم، أوريتمان ليك هي مهنة التعليم، دكتور طبيب، بينما دكتور لوك هي عبارة عن الطبابة وما إلى ذلك. الآن في عنا استخدام أخير أصدقائي، أحيانا تأتي هذه الإضافة بعد الأسماء المرفقة مع أرقام، يعني أجن ثلاث أيام، ممكن نحن نرفق القاعدة اللاحقة أيضا فتصبح أجن لك يول مثلا، يعني طريق ذو ثلاثة أيام، يعني مسيرة هالطريق يستغرق معنا ثلاثة أيام بهذا الشكل. أيضا دورت كشي، أربعة أشخاص، لما أقول دورت كشي لك مصة فأنا أريد طاولة تتسع لأربعة أشخاص، يعني طاولة رباعية لأربعة أشخاص. طيب هذا المصطلح كتير مستخدم باللغة التركية وغريب معناه بالنسبة لنا. بيش برا، بيش برا يعني خمس أموال أو مال خمسة بهذا المعنى. طيب لما أقول أنا بيش برا لك أدم، رجل ذات رجل بخمس ليرات، ما بقدر أنا أفسرها غير هيك، يعني رجل قيمته خمس ليرات. أصدقائي هذا مصطلح بشكل عام، أو هذا المصطلح وتركيب الجملة بيقصد فيها للشخص اللي ما بيكون له قيمة، أو الشخص الوضيع. نحن بنقول عنا هذا الرجل ما بيسوى قرشين، ولكن باللغة التركية بيقولوا له بيش برالك، برالك عفوا، بيش برالك، يعني إنسان بقيمة خمسة ليرات أو قيمته خمسة بهالمعنى، يعني بمعنى إنسان وضيع ما له أي قيمة. يتمش سبعين، ولكن أقول يتمش لك نينة اللي هي الجدة اللي عمرها سبعين سنة، عمرها سبعين سنة. تمام؟ فأصدقائي هذا هو الأمر، ممكن ترفق مع الأسماء اللي بيكون ملحقة مع أرقام أيضا لتعبر مع تعابير مختلفة. إذا أصدقائنا درسنا لهذا اليوم أنا بعتقد أنه كافي، درسنا القادم إن شاء الله بنحل التمارين المتبقية قصيرة، ما كان في عنا متسع من الوقت أمامنا لأنه نحلهم مع التمارين موجودة خاصة بالوحدة. درسنا القادم مراجعة بسيطة لأهم ما أخذنا، ونبدأ بالوحدة الثانية بشكل مباشر إن شاء الله. دمتم بأمان الله جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.